السلام عليكم يا جزائر الزول في اللون. رجوع خفيف برك للانتخابات والفضيحة الانتخابية اللي صرات في الجزائر. تحية كبيرة لولاد الجنوب الجزائري، خاصة في ورقلة والناس اللي ما سكتتش على حقها. تحية تاني لباتنا، الناس اللي في باتنا اللي ناضوا، اللي قالوا لهم يا خبثاء يا كلاب يا جراثيم، رانا كرهنا من المؤامرات نتاعكم، رانا كرهنا من اللعب نتاعكم، رانا كرهنا من فسادكم للبلاد. قالوا لكم يونا مار كما يقولها جدي، قال لكم يونا مار. بعث لي واحد الاخ من ورقلة محضر تاع الانتخابات. شو فضيحة من العيار الثقيل في كل المكاتب، لكن الدولة خارج لي وزير الداخلية يقول لي انتخابات نزيهة ورائعة وجميلة. كاين حاجة برك يا جماعة، ما يهمنا في الحكاية هذه أننا ما نسكتوش على حقنا من هاد المجرمين. بصح ما ننساوش حاجة مهمة جدا مهمة جدا مهمة جدا، وهي أنه مشكلتنا احنا الجزائريين مع عباد باينين. العباد اللي عندنا معاهم مشكلة، عباد باينين، ماهيش البلاد، ماهيش البلديات، ماهمش الطرق، ماهمش السيارات تاع الناس، ماهمش يا جماعة. هاد الناس اللي حاكميننا راهم مافيا. كل دول العالم فيها حكام، الحكام نتاعهم فيهم القليل منهم يتعاملوا مع المافيا. حنايا حكامنا هما المافيا. خليني نجيب لكم حكاية صغيرة برك باش تفهموا المعنى تاع شكون اللي قاعدين يحكموا فينا. انا عشت في وقت من الاوقات في ايطاليا، كان واحد من اعز الاصدقاء تاعي ايطالي كان صحفي كاتب على شؤون المافيا. المافيا هذه يا جماعة مركبة من عائلات، خلينا نسميوها كما في فيلم العراب، كاينة عائلة ديما تصرف في الكوميسيون تاع العائلات. العائلة هذه اسمها كورليوني. وش يصرى يا جماعة؟ لما تكون الدنيا بحبوحة والدولة ساكتة على العائلات هذه المجرمة، وش يصرى؟ يصرى انه العائلة هذه تقسم لا ريشيس مع الناس، طبعا هما بالسرقة وكذا، وما كان حتى مشكول، وكل شيء فابيني كما يقولها الطلياني. لكن لما الدولة تسقط شوية عليهم وتحصرهم شوية، ويوليوا العمل يعني البيع تاعهم لا دروغ، والعمل تاعهم في الدعارة وفي الكازينوات وفي كل ما عنده علاقة بالفلوس، يتشبح عليهم شوية، وش يعملوا يا جماعة؟ يحوسوا يخلقوا فوضى. الفوضى هذه وش هي؟ يخلقوا فوضى. العائلات الصغيرة هذيك يبداو يبعثوا واحد من الشرادمة نتاعهم الجراثيم، يقتل واحد من العائلات باش تقيم حرب عصابات، يجيبوها 10 سنوات، وهما شكون اللي يخلص شكون. العائلات هذي واش يحبوا يديروا؟ يحبوا ينحيوا عائلة ولا اثنين من الخارطة باش يعاودوا يقسموا لي زون تاعهم. وبما انه حنايا الحكام نتاعنا مافيا ومستعرفين باللي مافيا، والعالم بكل يا جماعة عرب لي مافيا. انا عايش في كندا وعشت في ايطاليا كيما تربيت، وعشت في الجزائر. هذه برك للناس اللي نتوما عايشين برا وتحكيو. نهار كنا حنا نقابلو النحاس، نتوما كنتو ديروا لي كوش، مالا خليونا من هادي وعايش في كندا وعايش مع مالي شوين. فهمتو الحاجة اللي حاب نقولها لكم؟ برك حنا في التسعينات عشنا التسعينات، انت ما عشت التسعينات ما تهضرش. هاد المافيا اللي حاكمتنا عمرها ما تغنات، وعمرها ما تتغنى قد كيما كانت العشرية السوداء. يا جماعة العشرية السوداء ايطا ديرجونس، خطر ماكش الناس قاعدة تدير في الفوضى. ايطا ديرجونس مد كارت بلونش للجيش والبوليسية وكل ما عنده علاقة بالامن، ومن بعديتك فمن تجي في الشعب. هما يسرقوا صحابهم يتغناو، وحنا اللي تجي فينا، حنا اللي البلديات مغلوقة، حنا ديجا رانا في بيروقراطية كبيرة من المنظومة الفاسدة نتاعهم. نزيدو حنا نديرو لعمارنا، نخرجو نكسرو حوالنا. حنا عندنا مشكل مع عباد باينين يا جماعة. انا واحد من الناس عايش في كندا، كون حداد او واحد من ولاد المسؤولين او المسؤولين نصادف فيه، نعطيه
باينين شكون هما اعدائنا، باينين شكون اللي خربوا في البلاد، باينين على مستوى المحليات. على بالكم شكون في كل بلديه، شكون اللي قاعد يزور، شكون اللي قاعد يسرق؟ مالا ما تروحش تحرق البلديه نتاعك، تحرق الطريق وتحرق السياره نتاع خوك الفقير اللي لم فلوس باش جابها، ولا المحل تاع جارك. باينين اما محوس هاد الاستفزازات اللي عندها 6 شهور وهما يستفزوا فينا باش نخرجوا نعملوا هاد الشيء باش يرجعونا العشريه سوداء. ما لا فيقوا شويه، لكن ما نقدرش نفوت الفضيحه اللي بعثها لي الاخ هادي. يعني فضيحه جماعه. الحزب الوطني هي في مدينه ورقلة، الحزب الوطني التضامن والتنميه جاب 8201 صوت، حزب حاجه الجديد جاب 4213. يعني الحزب الوطني التضامن والتنميه هذا دار اكتساح. بعد الفرز يلقاو بلي الافلان جبت التحرير الوطني اللي رديتوها عار، اللي رديتوها مزبله، اللي حارب عليها الحواس، سي الحواس وبن بولعيد، ولا واحد كيما جرتومه كيما سي ولد عباس وسعيداني ولد عباس حاكمين حاجه اسمها جبهه التحرير الوطني. عار وعيب علينا. انايا نقولها، انايا جزائري عايش في كندا. شوف يا ولد عباس، انت سعيداني وغيرك، انا ما اسميش نكاز، انا نحكم ولدك، نعت لك احفاد اولاد عبد القادر، نحكم ولدك ولا نحكمك انت، نعت لك اولاد عبد القادر. شوف فيا وروح دير بيا قضيه في الشرع. جبهه التحرير الوطني في المنطقه هذه جابت 1739 صوت يا جماعه. بعد الفرز ولات عندها 11972، يعني في 10، يعني مفضوحه. ويخرج لي وزير داخليه كنت نحترمك شويه، لكن اللي يخدم في منظومه فاسده كيما هكا ويخرج يكبر بيها ويقول لك نازيها ويقول لك رئيسنا المفدى ويقول لك خو الرئيس هو ربي وحداد ينحي رئيس وزراء، فانت لا تستاهل ادنى درجات الاحترام، ادنى درجات الاحترام. راكم بهدلتوا بينا. نزيد نقول لك انا شكون اي، انا جزائري، عندي اون دافير في مجال المطاعم، عندي مطاعم شيك يدخلوا لها ناس عندهم شويه مستوى عالي حتى من امريكا يجيو. هذاك اليوم قاعد نتكلم مع واحد اطار كبير في شركة ديكتشيني للبتروكيماويات. أنا يا من العباد اللي يفوخ ببلاده، قاعد نفوخ على الناس، جزائر مليحة، الصحراء تاعنا عندنا 1600، لا عندنا 1600 كيلومتر في الميديتراني وبلا بلا بلا، وننفخ في الحالة. طلع لي ما عجبوش الحال، الأمريكاني قاعد يشوف في جزائري حاكم لا ديسكسيون وقاعد يحكي قدام الناس، طلع لي قال لي الرئيس تاعكم اللي في الكرسي متحرك مازال حي. هاكم وين وصلتونا يا يعني. انا رديت عليه، انا ما نخليهش يهضر معايا، لكن كنت حلت الارض هذيك كون راني درت دعقه براسي. يا واحد الجراتين من وصلتونا، يا واحد جرتومه ويخرج كلب شيات يقول لك شكون انت، حنا رانا يضربوا فينا النحاس، حنا تضربنا بالنحاس كي كان التسعينات ماشي درك. كون جيت درك في الجزائر نوريكم كيفاش تمشي الامور يا كلاب. ونعاودها كما قلت المره اللي فاتت، اقتل الكلب وخلي سيدو يجي يسبوا في انستينا وديزات جوكر ولطفي دوبلكانو والعربي زيطوط، رجال ولاد رجال جابوهم لبات ورباوهم رجال، رباوهم رجال. وقعدوا نتوما تفرجوا فيها هي تخرب، ولما يخرجوا رجال بطرق سلمية يجيبوا حقهم خماج كما قناة النهار ما تبينش حتى وجهها. شوف كاين امور دركا، كاين امور انايا خلاص بقناعة، كاين عباد لازمها تدي المطرق كما قال الشي بن شيخ، ومنهم واحد بن شيخ ولا الداف واللي استولاو على الفريق الوطني. هاد اليامات مانيش قاعد نحكي على الفريق الوطني، لانه الامر تاع البلاد اكبر واهم. بصح
نتوما الناس اللي خطفتوا خطفتوا المنتخب الوطني اللي مانيش ناسيكم، تديو المطرق، تعياو تديو المطرق بشتى الطرق، تديو المطرق اليوم ماشي اليوم، غدوة أو بعد حين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الله يرحم الشهداء، ربي يهناهم، ما نزيدش ترحم عليهم، ما نزيدوش ترحموا عليهم، خطر ما احنا ما نستاهلوهمش، ما نستاهلو حتى قطرة تاع دم ساحت علينا. حنايا بلاد استعمرنا 132 سنة من عند فرنسا، وعندنا دركا من 62 وحنا مستعمرين من طرف عصابة كلبة بنات ولاد كلاب، ونقولها على مسؤوليتي، واللي عنده حاجة عندي يجي يديها، يجي يديها بالطريقة اللي حب، بالطريقة اللي حب، لا دبلوماسية معاكم، أنتم كلاب تعاملوا كالكلاب، وحاشا الكلب قدامكم. السلام عليكم.